صباحكم صباح دبي. دبي ديار الحي يجيها العود يعود صبي. قلنا لكم ان التسنيم تبي تكون عن الاختلاف في الرأي لا يبقي للود قضية. للأسف في عالمنا نعم اذا صرنا بنتناقش باسرع سواء على 100 مليون كيف نصرفه ولا ونهو بنقشة يوم الخميس كلنا نجي عيوننا حمر ومتحفزين. نجي احنا نبحث عن وجهة النظر الافضل، لا نجي احنا متحفزين للمعركة حتى لو كان الانسان ما يطن شيء بهالفن يبي قاتل، المهم رايه ينتصر ايا كان. احيانا تقاتل ويجادل في اشياء ما يفهمها، تلقاهم يتجادلون حول وزير خارجيه موزمبيق وراه عزل وهم ما يدري وش موزمبيق، او سوق الاسهم وما يدري وش سوق الاسهم. احيانا يقنعك بوجهه نظر فاشله لكن لانه جدلي لان عنده قدره على المنطق اقنعك، والنبي صلى الله عليه وسلم فيقول ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض. قالت عقب فتره يا اخي شف هذا رايك، قال يا اخي ليش يطيعونا؟ طيب يا اخي انت حشدت ادلك وقاتلت الى ان اقنعتنا، وهذه هي نتيجه اقناعك. يجب أن تعود نصير رياضيين، إذا ردت وجهة نظرك هذا لا يعني أنها سيئة لكن يعني أنها مفضولة وفيه أفضل منها فقط ولما قامك محفوظ. اعرف أنها إذا ردت وجهة نظرك فإنك ستكسب ثنتين، احترام الآخرين طبعا إذا سكت عن الرد، احترام الآخرين وأنك ما تصير الكمه ثاني في أي فترة أو في أي مناسبة قادمة ستكون وجهة نظرك محل احترام، لأننا سدونك باحث عن حق ولست مقاتل فقط لذات وجهة النظر. عموما ما تجد الاختلاف الزايد إلا عند أناس ثقافتهم سيئة وأصلا ما عندهم معلومات، فقط يقاتلون لذات القتال ولا تنازعوا فتفشلوا. دخلت على ناس يتناقشون معهم لهم واحد توه تاركنا الغنى عاد يقولنا الغنى كفر وهو عاد ضعيف خلفية، فيقول تكفى افزع الدليل.